متابعين، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. بمناسبه دخولنا على الشتاء، كل سنه وانتم طيبين. هنعمل النهارده المشروبات الشتويه، هو مشروب السحلب. كلنا بنحب السحلب، هنعمله في البودره في البيت وهيطلع احسن من الجاهز كتير. معانا للمقادير كوبايه لبن بودره، كوبايه سكر بودره، كوبايه دقيق رز مطحون، ربع كوبايه سمسم، نص كوبايه نشا، ومعايا فانيليا. بالنسبه للرز لو مش متوفر عندك، انا جبت رز، انا صراحه عملته في البيت، جبت رز اللي هو العادي، غسلته وصفيته كويس جدا، ما خليتش فيه ميه، وتسيبيه ينشف خالص، ما تخليش فيه ولا نقطه ميه. وبعد كده ضربته في المطحنه حلوة قوي، بعد كده نخلته مرتين ثلاثة لحد ما تلاقيه عامل زي البودرة خالص، بيطلع احلى من اللي انا بشتريه من بره، ونضيف وبصوا ابيض خالص، بيطلع جميل جدا. تعالوا بقى نبتدي الوصفة مع بعض. هنحط كل المقادير، هي ملهاش اي حاجة يعني مش صعبة. هنحط كوباية اللبن البودرة، جربيه فعلا مش هتشتريه تاني من بره. كوباية السكر البودرة، كوبايه دقيق، بصي الدقيق اللي عاملاه في البيت بس عامل زي البودره بالظبط، بيطلع حلو جدا، احلى من بشتري من بره كتير. نص كوبايه النشا، ومعايا ربع كوبايه السمسم، ومعايا 2 باكت فانيليا. هي ديت بودره السحلب، اللي على السمسم بيكون متحمص، ما بتحطيش سمسم ابيض بس، وبتقلبيه. بعد ما قلبت كويس قوي كده، بصوا حلو جدا. انا عندي علبه، ممكن تحطي له جوز الهند لو انت عايزه، بس انا بحط الصراحه على الوش. عندي علبه اهي محكمه كده، بعد كده بحط فيها البودره دي وبشيله في العلبه كده زي ما هو، بتسيبيه بره، بتحطوش في التلاجة، يعني مش هيجرى له اي حاجه، اهي الشتا ما بيبوظش حاجه كده اهو. ادي كده عملنا بودرة السحلب. تعالوا بقى كده نعمل شوية سحلب مع بعض كده حلوين. انا معايا 3 كوبايات لبن، حط عليهم 3 معالق كبار سحلب، لكل كوباية لبن معلقة كبيرة كده مليانة سحلب. الاول بقلبهم طبعا على البارد كده، وبعد كده حطهم على النار. السكر طبعا حضفيه براحتك، لو انت بتحبيه حلو هتزودي سكر، بتحبيه عادي السكر بقى بأذواق الصراحة، على حسب السكر اللي انت تحبيه تحلي بيه. حطه بقى على النار. بعد كده كده عملنا احلى سحلب، بصوا كريمي وحلو جدا، انا بحبه القوام ده، حلو جدا لان لما بيقعد بيتقل تاني، فالقوام ده كويس جدا كده. عملنا احلى سحلب بيتي في البيت. عندي بقى شوية المكسرات كده، انا بحطها على الوش، بتبقى محمصة كده وحلو، محطهاش جوه السحلب. بعد ما بخلصها كده شوية على الوش، لو انت حابة، مش حابة ما تحطيش كده. عملنا البودرة مع بعض وعملنا السحلب، كانت وصفتنا النهاردة، عملنا بودرة السحلب، بس وصفة الشتوية الرائعة دي. يا رب تكون الوصفة النهاردة عجبتكم، لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله.